اهلا 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 سمون فيفي، الحمد لله على السلامه. ولا اختها الصغيره؟ لا انا. الله، عملت ايه؟ خسيت. معقوله؟ تيجي نقعد؟ فاجأتيني. ها، يا جماعه مساء الخير. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين. انا النهارده مذيعه مش ممثله ولا راقصه زي ما متعودين، لكن انا النهارده مذيعه وبستضيف مكتشف وصانع النجوم في لبنان، ام الدنيا حبيبه قلبنا. عايزه اقول لكم الراجل ده راجل عظيم جدا. صعب قوي ان حد يعمل معاه برنامج، هو اللي بيعمل برامج كلها. فانا عشان النهارده استضيف سمون اسمر، يعني عايزه اقول لكم ان انا سعيده جدا ان انا هتناقش معاه النهارده وهدير الحديث معاه، ويا رب ان شاء الله تمتعوا بالحلقه بتاعتنا النهارده. ازيك؟ تمام. منور مصر. الله يخليكي. واللي يعجبني اكتر شيء انه لما بتسميني باسمي سمو اسمر. يا حبيب قلبي، انا يعني عايزه ابتدي معاك بقى مش زي الوقت الحالي، انا هنيجي للوقت الحالي، بس الأول عاوز أسألك على سمون أسمر. أنا عاوز السادة المشاهدين يعرفوا مين سمون أسمر وبدايتك إيه؟ قبل ما أقول لك بداياتي، خليني أخبرك قصة صغيرة. بحس بتسميني أنت سمون أسمر. أيوة. مرة كنا رحنا تنزور أحلام بالفندق بمصر، ودخلنا على أحلام، وأحلام كانت مع اثنين صبايا ببخروا. أحلام الإماراتية اللي هي الإماراتية المغنية. وقالت لي خليني بخروك. قلت لها ما بدي أتبخر أنا. قالت لي بلا خليني بخروك. رفع جوكيتها، رفعت جوكيتها كده، حطوا لي البخور هون. قلت لها أحلام، مثل ما بتقول فيفي، هلا صرت سومو في مي. يعني سمون بدخل. أيوة، يعني عايزين ناخد يعني نموذج صغير عن حياه سمون اسمر. بختصر لك البدايات. انا طلعت من المدرسه، بدل ما اخذ شهادتي اخذت شهاده اتمام الدراسه. ما حدا بيعرف شو يعني نهايه الدراسه. يعني نهايه الدراسه. نهايه الدراسه في ايه يعني؟ الكترونيك. كنت بصلح راديوهات يعني؟ لا، تعلمت التصليح بس ما صلحت. لا والله. بقى بما انه رسبت اخر سنه، كنت روح على السينما من 3 ل 6، من 6 ل 9، من 9 ل 12، كل يوم احضر 3 فلومه، حوالي 30 40 فيلم بالاسبوع. الله. بعدين ما عدتش عرفت مين مثل مع مين وشو اسم الفيلم، كله اختلط براسي. اختلط كل الامور في دماغك. وسقطت باخر السنه، رسبت بالمدرسه. بس كان لازم اقول لوالدتي انه انا خلص تخرجت. رحت اشتغل. شو ما كان، اشتغلت بالاسانسير. اشتغلت ايه بقى في الاسانسير بقى؟ ابن عمتي كان بيشتغل مدير بشركه، قال لي تعال اشتغل. ما عجبنيش الشغل، لانه كنت في الاسانسيرات. كنت بدي اطلع طابق وانزل طابق، وكله خطر وكهرباء قويه. لا، قلت له خفت. التقيت بواحد التلفزيون، التقيت بواحد صديق العائله، بيقول لي بتعمل شو عم تعمل؟ قلت له ماشي، بعدني طالع من المدرسه وعندي بدي كفي الدراسه. قال لي طيب روح اشتغل بالتلفزيون. بالتلفزيون كده؟ قلت له بالتلفزيون؟ قلت له ما انا ما بدي اشتغل بالتلفزيون، انا افتكرت انه عم بيقول لي لازم ايام الابيض واسود. طبعا بصلح ابيض واسود. قلت له انا ما بعرف اشتغل بالتلفزيون. قال لي لا، بالتلفزيون يعني بشركه التلفزيون يلي بتعمل برامج. قلت له والله؟ قال ايه. قلت له كيف روح؟ قال لي روح بدي اقدم فحص، بدهم ثلاثه. قلت له شو بيشتغلوا؟ قال مساعدين لمهندس صوت. قلت له اوكي. رحت قدمت فحص، قالوا لي شو معك شهاده؟ كل اللي سبقوني معهم او بكالوريوس تكنيك او بروفي تكنيك. انت شو معك شهاده؟ قلت لهم نهايه الدروس الالكترونيه. طلعوا بعضهم هيك انه هيدي شهاده جديده. مش نهايه الدروس. يمكن هيدي اكبر من البكالوريوس. ما قال لك ما حدا عرف شيء. ونجحت بالفحص، وتاني يوم حطوا اسمي على الباب انه انا نجحت. بعد سنة المدير الفني تبع التلفزيون بقال لي طيب هيدي نهاية الدروس شو هي؟ أنا ما شفت مثلها. قلت له هيدي يعطوها للراسبين. سنة 69 قدمت أول برنامج ليك، كان اسمه إيه بقى وكان إيه هو؟
بالفرنسي توت لا ويل شانت، كل المدينه تغني. كل المدينه تغني، وكان مين بيغني بقى يا ميا سيمون؟ كل الشباب والصبايا بيغنوا بالفرنسي وبالانجليزي وبالتلياني وباليوناني. طب بقول لك يا سيمون، انا عايزه اعرف حاجه، انت ليه دايما بتعمل مشاكل مع المطربين يعني اللي انت طلعته؟ انا بعمل مشاكل معاهم مشان يمشوا صح. يمشوا صح ازاي يعني؟ يعني مشان يغنوا لونهم وما يتعدوا على لون تاني. بس انا ما بعملش مشاكل يعني، دي قصه، دي صيت بس. قالوا لي ان نجوى كرم كانت زعلانه منك. ايه نوال الزغبي كانت زعلانه منك. الله. وائل كفوري ده انت يعني لا عملت فيه عامله فظيعه جدا يا سيمون، يعني ان انت الولد ده انت اللي طلعته مطرب كويس وفجأة رحت بحجمه. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. امال عملت ايه؟ هو خرج من الـ من الـ من الـ المكتب بتاعنا وسابنا ومشي. يعني كل اللي يطلع بره بتحاربه بقى؟ لا مش حاربه بايه؟ انا معي فرق. لا ما انت معاك تلفزيون طبعا. طب واذا ما هو معاك برامج؟ ما هو بقي بالتلفزيون ما بتزعلوش اغاني وطبعا تحجمه بقى؟ لا مش كده. لا امال ايه؟ هو راح صار ينقي اغاني مش حلوه. طب ونوال الزغبي كان ايه مشكلتها؟ ما فيش مشكله معاها ابدا. طب ونجوى كرم؟ نجوى كرم. نجوى كرم نجوى كرم كان زعلانه، ما بدها تمضي عقد حصري مع التلفزيون، اعتقدت انه التلفزيون هو ملكي انا. قدمت برنامج مسابقات كمان، يعني اكتشفت مين كل في انواع المسابقات. كل انواع البرامج، كل انواع البرامج، وانا عارف عملت معاك برامج الاطفال لا البرامج السياسيه بس. طب ليه استوديو الفن كان اشهر البرامج اللي انت عملتها؟ شوف لانه هيدا شيء بسيكولوجيك. ده ماله باللي احنا بنقوله؟ لما تعملي برنامج للنشء الجديد دول اولاد مين؟ اولاد متفرجين. اولاد متفرجين كلهم بده يتفرجوا على امال المستقبل. امال المستقبل بيمشي البرنامج. بس اعملي برنامج للختايره ما حدش راح يتفرج. طب يا جماعه احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله مع سيمون اسمر، ولسه في حاجات ياما في الجراب يا حاوي. باي. رجعنا من الفاصل. دلوقتي هسأله عن حياته الشخصية اللي سيمون أسمر، عشان عايزين نعرف عرف مراته ازاي، عرفتها ازاي بقى. ندى. ندى اجت مع سونيا صاحبتنا. مين سونيا بقى؟ سونيا كانت انا صاحبة مع جوزها. وتعرفت عليها وعلى جوزها واجت تزورني بالبيت، وما كانش عندها سيارة. اجت مع ندى اللي هي جارتها تتوصلها لعندي. أول مرة إجوا زيارة وتعرفت على ندى، أهلا وسهلا تفضلي، شربنا قهوة وكل شيء وراحوا. يعني سونيا إجت مشان أنا أحضر لها شغل. راحوا. إجت ثاني مرة وصلتها مشان تشوف الشغل. قلت لهم مشوا وراي، رحنا شفنا الشغل وعجبها وقالت أوكي رح أبدأ. وصارت كل يوم مرتي يلي صارت مراتي تجي توصل سونيا وتجي تاخذها، تجي توصل سونيا يعني وتجي حصل تاخذها. يعني حصل على 15 يوم بالاخر. قلت لهم اعزمونا شي نهار على العشاء عندكم تنشوف اذا بتعرفوا تعملوا تبوله او لا. عزمونا وطلعنا، وبعد حوالي 6 أشهر صرنا نروح ونجي سوا. بعدين قلت لها سونيا خلص بكفي، انت روحي على الشغل ونحن خلينا نكفي. خلينا نوصلها بقى، نحن رح نكفي. هنكملوا بقيه الحياه. طيب مش سيمون، يعني انت قلت ان لبنان كلها مرت على استوديو الفن تقريبا. يا شيخ 5 ملايين وين بدي 5 ملايين؟ 4 تنقول 4 ملايين. بس كل يوم بلتقى بناس او شوفر. بتلاقي وقت ازاي؟ او شوفر او بيشتغل بالبنك أيوة الوقت. بيقولوا لي احنا مرقنا باستوديو الفن. انا مش ذاكر بقى خلاص، اللي نجح واللي صح. ما فيش صوت طلع وانت قلت يا حرام يا ريتني كنت طلع من استوديو الفن؟ صوت طلع ما في يقول ما في صوت. هو اصلا يعني طلع حدا مهضوم وصوته حلو، لكن ما في اصوات خارقه طلعت خارج استوديو الفن. ايه السبب يعني؟ ما بعرف، يمكن ما حدا اكتشفهم، يمكن ما وصلوا لحدا. طب انت فين؟ ما انت مكتشف النجوم يا رب. يمكن ما اجوا على استوديو الفن، ما في اروح دق الابواب. ولازم يجي على استوديو الفن؟ بروح بدق الابواب بقول اعطونا صوت ولا يعني بدهم يجوا على استوديو الفن تنكتشفهم.
طب مين اللي انت كنت نفسك في الموجودين دلوقتي اللي انت بتحبهم ومش جايين من الاستوديو الفني؟ يعني انت بتحبهم على مستوى العالم العربي. نانسي والدها جابها لعندي وقال لي بليز سيمون بدك تساعدني، هالبنت بتغني حلو ومدري شو. وكان قلت له بس قديش عمرها؟ قال لي 14 سنه. قلت له يا مسيو عجرم خليها تروح على المدرسه تخلص دروسها وتجي. قلت له نحن بالنسبه لنا كتلفزيون عيب انه ناخذ صبيه بعمر ال 14 نتركها دروسها ونمشيها بالغنى. يعني ما يجي لك بقى فرصه زي نانسي دي وانت تقول لا خليها في المدرسه، وبعدين تلاقي نانسي بقت نجمه فجاه. ايه بس نجمه بال 17 اكيد ندمت بال 17 سنه. بس اكيد ندمت يعني. لا ما ندمت، بالعكس التقيت فيها بالطياره اليوم انا وجاي والله انبسطت فيها وقلت لها طب مش سمون انا عايزه افهم، يعني سبت المغنى ورحت داخل على الرقص. انا دي عدوى عدوى عدينا من فيفي. طب الرقص انت شايفه ايه، موهبه ولا دراسه؟ هو لازم يكون في موهبه بس لازم يتنمى بالدراسه لليونه الجسم بس. طبعا اصل الاجانب مش عبط يعني عشان يجوا ياخدوا الدروس دي ويدفعوا المبالغ اللي بيدفعوها دي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ان يا جماعه الرقص الشرقي مش بس الرقصات هم اللي بيرقصوه، لا الدكاتره والمهندسين وما لهمش علاقه بالرقص خالص، بس بياخدوا الرقص يقول لك ده في ناس بيستعملوه هوايه وبيحبوه جدا، واجسام فظيعه يعني واحده قد كده جايه بترقص وخفيفه زي الريشه يعني ما حدش يتخيل. لانه قالوا انه الرقص الشرقي بيحرك كل عضلات الجسم. ده صحيح. وبيساعد على انه الواحد ينحف. مظبوط. رياضيا طبعا اهم رياضه للجسم عند النساء. طبعا لانه بيحرك كل العضلات اولا من الرقبه من عظمه الرقبه ل الراس، لان احنا بنعمل كله اخر طبعًا. الرجلين لا انا عايز اقول لك حاجه، انت معك خبر انه اللغه المصريه عدوى بتعمل عدوى؟ بتعمل عدوى اللغه المصريه؟ مجبورين نحكي مصري بين ما تتكلم مصري بين اللبناني ما بعرف احكي مصري. طب ستار اكاديمي يعني انت اشتغلت فيه سنه وبعدين اول سنه يعني قعدت فيه سنه وبعدين سبته ليه؟ سبته لانه كان مفروض نبدا اول سنه لانه كان مباشر وما كان حدا بيقدر يعمل برنامج مباشر ثلاث ساعات هالقد كبير. ما كان في غيري، بالميدان غير حديدان، هذا مثل لبناني. طب يا جماعه هنطلع تقرير بره نشوف راي الناس في سيمون اسمر ونرجع له تاني. تعرف سيمون اسمر المخرج؟ اعرف. ايه رايك فيه كمخرج؟ هو مخرج جميل ومكتشف نجوم. لا مخرج مبدع طبعا. لا والله ما اعرفوش، متهيألي ان هو اللي اكتشف النجوم الجداد كلهم اللي هو اليسا والكافوري والنجوم اللي كل طالعين جداد كلهم. لا ما اعرفوش. مخرج استوديو الفن. مخرج استوديو الفن، برنامج استوديو الفن، مكتشف النجوم، كان متهيألي اكتشف اليسا والكافوري. ده حد كويس جدا بس هو في مشكله بسيطه كده ان هو بينتقد جامد جدا الممثلين والممثلات المصريين، ما اعرفش السبب ايه. بيقول بياخد فنانين كتير من المصريين، بينتقد فنانين كتير مصريين. بنتقد؟ بتنتقدهم صح؟ بنتقد مين يعني؟ انا بروفيسور بالغنى حتى انتقد؟ هرجع تاني لمس سمون بس هنرجع بقى ايه؟ ارجع انا الفنانه ويرجع هو المذيع، بس استنونا بعد الفاصل يلا. رجعنا بعد الفاصل نحن وياكم وهالمرة أنا على كرسي المذيع. يا أهلا وسهلا فيفي عبدو. أنت قلتي من مدة هيك سمعنا إنه اعتزلتي الرقص. لا أنا ما اعتزلتش، هو أنا جالي حالة نفسية بعد موت أمي وأختي ورا بعض، فنفسيتي اتحطمت فقعدت في البيت. وبعدين لما عرضوا عليا ان انا اعمل مسرح للدوله طبعا كنت تخنتي لاني مكتئبه، وعلى فكره الاكتئاب بيزود الوزن ومش عاوزه كلام، وبالذات ان انا كنت رياضيه جدا وبعمل مثلا بشتغل 10 ساعات في اليوم برقص، والرقص ده احسن حاجه بتخسس الجسم بلياقه وبرياضه وبتنسي الدنيا كلها. ختام لك اتفضل. يا جماعه انا اتمتعت جدا النهارده ان اكون مذيعه مع سمون اسمر
ومتشكره جدا على البرنامج ان انا اتاح لي الفرصه ان ابقى مذيعه مع سيمون اسمر هذا العملاق الفنان القدير المخرج الكبير. مع تحياتي في عبد. شكرا. باي باي.